بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الفيديو الخاص بالأسئلة على شابتر الـ Human Resource Management. السؤال الأول بيقول All of the following are forms of power derived from the project manager's position. جميع ما يلي هي سلطات لمدير المشروع مستمدة من البوزيشن بتاعه كمدير مشروع، فيما عدا واحدة فيهم مش كده. طيب هل formal ولا reward ولا penalty ولا expert؟ طيب لو حاولنا نستبعد الفورمال اكيد من صلاحياته، نفس الشيء الريورد والبيناليتي الاثنين من صلاحيات مدير المشروع، اما الاكسبرت هي اللي بيكتسبها من خلال النوليدج بتاعته والسكيلز اللي عنده. فالاجابه الصحيحه هي دي. السؤال الثاني the highest point of Maslow's hierarchy need is اعلى نقطه في هرم ماسلو، هل الفيسيولوجيكال ساتسفاكشن ولا attainment of survival ولا need for association ولا esteem؟ هي أعلى نقطة في هرم ماسلو هي self actualization، بس هي مش موجودة هنا، فخلاص أنا كده هختار أعلى واحدة في اللي موجودين. اللي موجودين هو الesteem أو تقدير الذات، هي دي تعتبر أعلى واحدة من الموجودين. فالإجابة الصحيحة دي esteem. السؤال الثالث The halo effect refers to the tendency to. الهالو effect بتشير للنزعة أو الميل لإيه؟ هل promote from within ولا hire the best ولا move people into project management because they are good in their technical fields، أنقل الناس لمجال البي ام لأنه هم كويسين في التكنيكال، ولا move people into project management because they have had project management training، أنقلهم لمجال project management لأنه هم يعني أخذوا تدريب في إدارة المشروعات. لما اتكلمنا على الهالو افكت قلنا عبارة عن ان انا اقيم شخص من جانب واحد بس واقول ان هو رائع جدا في كل الجوانب اعتمادا على الجانب ده بسبب ان هو خبير في التكنيكال، فانا اقول ان هو يبقى اكيد شاطر في البروجكت مانجمنت وشاطر في كل حاجة. فده هي التعريف بتاع الهالو افكت، فبالتالي الاجابة الصحيحة التالتة سي. السؤال الرابع The sponsor's role on a project is best described as. الدور بتاع السponsor بتاع الممول افضل شيء ان انا اوصفه ان هو ايه؟ هل helping to plan activities بيساعد في التخطيط للانشطة، helping to prevent unnecessary changes to project objectives بيساعد في منع التغييرات الغير ضرورية على الاهداف المشروع، ولا identifying unnecessary project constraints بيعرف الconstraints الغير ضرورية، ولا helping to develop the project management plan بيساعد في تطوير او عمل خطة ادارة المشروع. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاول ان هو بيساعد في ان انا اخطط للانشطة، ده دور الفريق برؤية مدير المشروع. نفس الحكاية الاختيار الأخير ان هو بيساعد في عمل البروجكت مانجمنت بلان، لا هو ممكن ان هو يعتمدها في النهاية بعد مدير المشروع ما يعملها مع الفريق بتاعه، لكن مش بيساعد في عملها. الاختيار الثالث identifying unnecessary project constraints يعني اختيار ملهوش معنى ان هو بيعرف constraints غير ضرورية، فيعني حاجة تعتبر ايه ملهاش علاقة بالموضوع خالص. فبالتالي الإجابة الصحيحة هي helping to prevent unnecessary changes to the project objectives، بيحاول ان هو يحافظ على المشروع واهدافه من ان ما يحصلش اي تغييرات غير ضرورية. لما بيجي يحصل تغيير بيرفعوا له هنعمل التغيير ده ولا لا، هو من ضمن الناس اللي بيبقى عنده صلاحية الاعتماد للتغيير لانه هو اللي هيمول، هو اللي هيدفع الفلوس او من يوكله. طبعا السؤال الخامس Which of the following conflict resolution technique will generate the most learning the most lasting solution؟ اي من الconflict resolution التقنيات بتاعت حل النزاعات او حل المشاكل هتولد الحل اللي هيبقى طويلا، هل forcing ولا smoothing ولا compromising ولا problem solving؟ forcing اللي هي اجبار هو الرأي كده، smoothing تلطيف، الكومبرومايزنج الحل الوسط اللي هو اخد من ده حته ومن ده حته واولد حل يعني ايه الكل يعني مشارك فيه، ولا بروبلم سولفنج ان انا احل المشكله حل منطقي وعلمي فعلا. لا شك ان هي الاجابه الاخيره بروبلم سولفنج هي دي بتبقى افضل انواع الحلول. السؤال السادس
The most common causes of conflict on a project are schedule, project priorities, and أكتر حاجات شائعة أو أسباب شائعة للكونفليكت لما كنا اتكلمنا عنها في المحاضرات كنا رتبناها ترتيب معين وقلنا إن من أوائلها السكيدجول والبروجكت بريورتيز وإيه كمان هل البرسوناليتي ولا الريسورسز ولا الكوست ولا المانجمنت. هي كانت البرسوناليتي آخرهم والكوست قبليها برضو وكانت الريسورسز هي فعلا اللي عليها الدور فبالتالي الإجابة الصحيحة هي بي ريسورسز. السؤال السابع بيقول What conflict resolution technique is a project manager using when he says I cannot deal with this issue now؟ ايه هو التكنيك بتاع حل النزاع او حل المشكلة اللي بيستخدمه مدير المشروع لما يقول معلش انا مش قادر اتعامل دلوقتي مع المشكلة؟ هل problem solving حل المشكلة ولا forcing ولا اجبار ده ولا withdrawal انسحاب ولا compromising تلطيف او مش تلطيف حل وسط؟ فعلا هي الإجابة الصحيحة الاختيار الثالث withdrawal انسحاب. السؤال الثامن What does a resource histogram show that a responsibility assignment matrix does not show or does not؟ ايه هو اللي الهيستوغرام resource histogram بيبينه ومش بيبان في الرام اللي هي responsibility assignment matrix؟ resource histogram عبارة عن بار تشارت بس رأسي. الشارت دوت بين فيه اعداد العمالة مثلا اعداد المان باور عندي مع الزمن الشهر ده عندي كام الشهر ده عندي كام وعبارة عن بارز عمودية او رأسية. طيب ايه اللي باين هنا ومش باين في responsibility assignment matrix؟ هل التايم ولا الاكتيفيتيز ولا interrelationships ولا the person in charge of each activity الشخص المسؤول عن كل نشاط؟ طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الثاني الاكتيفيتيز باينه في الرام ما هي الرام عباره عن اكتيفيتيز مع اشخاص واقول ايه هي العلاقه ما بين الاثنين. طيب البيرسون ان تشارج اوف ايتش اكتيفيتي الشخص المسؤول عن كل نشاط برضو موجوده. الانتر ريليشن شيبس لو يقصد بيها العلاقه ما بين يعني مين هيعمل ايه يبقى موجوده. لو يقصد بيها علاقات ثانيه يعني سيكونس او حاجه كده مش موجوده فبالتالي يعني مش هي ديت اللي موجوده في الريسورس هيستوجرام. فبالتالي الوحيده اللي موجوده في الريسورس هيستوجرام ومش موجوده في الرام هي التايم الاجابه الاولى لان الريسورس هيستوجرام بيبقى المحور الافقي هو الزمن شهر 2 3 او يوم تاني يوم تالت يوم والمحور الراسي بيكون عدد المان باور. طيب السؤال التاسع You have just been assigned as project manager for a large telecommunication project. تم تعيينك كمدير مشروع لمشروع telecommunication. This one year project is about halfway done. المشروع مدته سنة وهو في نص السكة كده. The project team consists of 5 sellers and 20 of your company's employees. المشروع ده فيه 5 sellers. السيلر ممكن يكون مقاول مورد ممكن استشاري يعني المهم جهة انت متعاقد معها انك تدي لك خدمة او تعمل لك منتج و20 من الكمباني امبلويز بتوعك 20 موظف من موظفين الشركة. You want to understand who is responsible for doing what on the project. عايز تسأل او عايز تعرف مين مسؤول عن ايه في المشروع. Where would you find such information؟ هل في الـ Responsibility Assignment Matrix ولا Resource Histogram ولا Bar Chart ولا Project Organization Chart؟ طيب Project Organization Chart ممكن موجود فيها الأسماء لكن مش موجود فيها مسؤولين عن إيه. الـ Bar Chart مقصود بيها النص الثاني من الجدول الزمني اللي هو الأزمنة بتاعة الأنشطة تسلسل الأنشطة وعلى الـ Timeline. الـ Resource Histogram قلنا عليه من شوية اللي هو أعداد المان باور مع الزمن. Resource Responsibility Assignment Matrix هي دي اللي بيبقى موجود فيها مين بيعمل ايه بيبقى موجود زي ما قلنا في احد الاعمدة او اللي هي الصفوف يعني بتعبر عن الاشخاص او عن اجزاء العمل والاعمدة بتعبر عن الحاجة التانية اللي هي الافراد نفسهم. فالاجابة الصحيحة هي الاولى Responsibility Assignment Matrix. السؤال العاشر During project planning in a matrix organization أثناء التخطيط في لمشروع في المؤسسة كانت ماتريكس يعني كل واحد له اثنين مديرين المدير الوظيفي والمدير المشروع زي ما قلنا أيام الفريمورك.
The project manager determines the additional human resources are needed. جاء مدير المشروع وحدد ايه هي ال additional human resources, العناصر من الافراد يعني فريق التيم, الافراد الفريق ان هم محتاجينهم. From whom would she request these resources, من مين المفروض هي تطلب الريسورسز دي, الموارد او الافراد دول, هل من البي ام او مانجر ولا الفانكشنال مانجر ولا التيم ولا البروجكت سبونسر. اكيد مش هتطلب من التيم واكيد مش من السبونسر لان سبونسر مش مسؤول عن كده. البي ام او مانجر بيدي ميثودولوجيز, بيدي تريننج, بيدي كنترول, بياخد ريبورتس مني وهكذا. لكن الفانكشنال مانجر هو اللي اساله عن افراد لان البيئه نفسها في الماتريكس بيبقى فانكشنال مانجرز, ولما بنحتاج نعمل مشروع بيبقى الشخص له اتنين مدراء, واحد بروجكت مانجر وواحد الفانكشنال مانجر, فبالتالي هتطلب من الفانكشنال مانجر. فالاجابه الصحيحه هي بي. سؤال رقم 11, البروجكت مانجر ماست بابليش ا بروجكت سكيدجول, مدير المشروع لازم ينشر الجدول الزمني او يعلن عنه او يبعته يعني يقدمه. اكتيفيتيز start in times and resources are identified, خلاص عرف الأنشطة وعرف أن أزمنة البداية والنهاية والموارد resources وهكذا. What should the project manager do next, المفروض يعمل إيه بعد كده؟ هل الإجابة الأولى distribute the project schedule according to the communication management plan, طبقا لخطة ال communication management plan يبدأ بقى يبعت ال schedule يوزعه, ولا confirm the availability of the resources, يأكد من مدى إتاحة الريسورسز. Refine the project management plan to reflect more accurate costing information, يعمل مراجعة كده على الـ PM plan إن هي يعني التكاليف بتاعتها مظبوطة, التكاليف المقدرة فيها مظبوطة. Publish a bar chart illustrating the timeline, ينشر bar chart بيوضح الـ timeline. Bar chart قلنا النص التاني من الجدول الزمني, الجزء اللي على اليمين اللي فيه bars على الـ timeline. طيب لو حاولنا نستبعد الاختيار الاول انه يبدا يوزع, ماشي هي ده مظبوط المفروض ان هو يبدا يوزع, بس هل في واحد فيهم يسبق ده ولا لا؟ confirm the availability of the resources, لا شك ان يعرف الريسورس افيلبل ولا لا, ده خطوه مهمه قبل ما انشر السكيدجول لان ممكن يبقى الريسورس مش موجود, فبالتالي طب هنشر السكيدجول ازاي والريسورس ده مش موجود, ما انا هرجع انقحه واعدله تاني. طيب الاختيار الثالث refine the project management plan to reflect more accurate costing information, يعني مفيش حاجه في السؤال بتدل على ان الكوست انفورميشن ما تراجعتش او مش مظبوطه, مفيش اي اشاره يعني تدل على دخول الكوست معايا يعني كعامل من العوامل. الاختيار الرابع publish a bar chart illustrating the timeline, ما هو نفس الاختيار الاول ان انا بنشر الجدول الزمني او ببعت يعني الجدول الزمني لان انا بوضح البار تشارت, خلاص ما انا يعني اعتبرت ان ده اوكي بالنسبه لي. فبالتالي الاختيار الثاني هو الاختيار الادق, confirm the availability of the resources, اتاكد فعلا من مدى اتاحه الانشطه دي الريسورسز اللي هتقوم بالانشطه دي. طيب السؤال رقم 12, during every project team meeting the project manager asks each team member to describe the work, خلال الاجتماع مع الفريق مدير المشروع بيسأل التيم ممبر احد اعضاء الفريق to describe the work, ان هو يوصف الاعمال he or she is doing اللي بيعمله. and the project manager assigns new activities to team members, وبيبدأ مدير المشروع ان هو يعمل assigning لمهام تانية جديدة. the length of the meeting of these meetings has increased because there are many different activities to assign, بدأ ان يلاقوا الاجتماع ده بيطول قوي بسبب ان في انشطة كتير محتاجة ان احنا نعمل ليها assign, ان احنا نسكنها على ناس او نوزعها على ناس. This could be happening for all of the following reasons except, ده ممكن يكون بيحصل بسبب كل الاسباب التالية فيما عدا سبب واحد, هل lack of a WBS, اللي ما عنديش WBS او غياب WBS, ولا lack of a responsibility assignment matrix, غياب الرام, ولا lack of a resource leveling, غياب تسوية الموارد, ولا lack of a team involvement in project planning, غياب بتاع الاشتراك التيم او تداخل يعني التيم في التخطيط, مرحلة التخطيط للمشروع.
لو حاولنا ان احنا نستبعد عشان نفهم الموضوع، هو بيعملوا اجتماع وبيلاقوا ان الوقت بيطول لان مدير المشروع عمال يخصص كل شويه يعني ايه انشطه، انت معاك ايه، طب خلصت ولا لا، طب خد التاسك دي جديده طالما انت خلصت وهكذا. فيعني الاجتماع بيطول لان هما ما كانوش منظمين بشكل كويس يعني. فهل بسبب ان مفيش دبليو بي اس؟ اه فعلا الدبليو بي اس بيوضح لي ايه هي الاعمال، ايه هي الاعمال بتاعه المشروع، فمهم ابقى عارف الدبليو بي اس. طب الرام لا شك ان هي مبنيه على الدبليو بي اس، هي بتاخد اجزاء الدبليو بي اس وبتبدا توزعها على الناس، الاعمال اللي هتحصل من الدبليو بي اس والناس وايه العلاقه ما بينهم، مين مسؤول عن ايه. اللاك اوف ريسورس ليفلنج، مفيش تسويه موارد، يعني ملهاش علاقه يعني، دي بتبقى موجوده في فتره البلاننج وخلاص. طالما تمت يعني بينتج عندنا يعني توزيع مظبوط، مش محتاج ليفلنج، خلاص الليفلنج كان في البدايه وانا بظبط بس الجدول الزمني عشان اشوف الوقت هيخلص ولا مش هيخلص. اللاك اوف تيم انفولفمنت ان بروجكت بلاننج، لا شك لو التيم كان داخل من البدايه في البلاننج كانوا هيبقى عارفين يعني مين عامل ايه ومين مش عامل ايه، ويعني عارفين المواضيع بشكل كويس، مش محتاج لسه ان هو يرجع بقى يعرفهم كل يعني تاسك عباره عن ايه وهكذا. فهي يعني تعتبر الوحيده اللي ملهاش علاقه بالموضوع هي سي، الاختيار الثالث lack of resource leveling. السؤال رقم 13، you are a project manager leading a cross functional project team in a weak matrix environment. انت مدير مشروع بتدير او بتقود مشروع فيه cross functional، تعارضات ما بين الوظائف المختلفه يعني وكده، يعني في تداخلات كتير. Cross functional project team in a weak matrix environment. الـ environment اللي انت فيه عبارة عن weak matrix. Weak matrix يعني معناها ان انت صلاحياتك كمدير مشروع اقل من صلاحيات الـ functional manager اللي هو صاحب الـ resource نفسهم او المدير الرئيسي للـ resource نفسه، للشخص نفسه. None of your project team members report to you functionally and you do not have the ability to directly reward their performance. ولا واحد من افراد الفريق بيعمل ريبورتنج ليك بطريقه كويسه، وانت ما عندكش صلاحيه ان انت تعمل نظام للريوردنج ثواب وعقاب يعني للبرفورمانس الاداء بتاعهم. The project is difficult involving tight date constraint، المشروع صعب والوقت بتاعه ضيق. And challenging quality standards، ومحتاج لمعايير جوده عاليه. Which of the following types of project management power، اي مما يلي من سلطات مدير المشروع، will likely be the most effective in this circumstance، اي من السلطات بتاعت مدير المشروع هتكون الافضل فعاليه في الظروف ديت. هل referent ولا expert ولا penalty ولا formal؟ لو حاولنا نستبعد هو formal مفيش بقى لان انت يعني صلاحياتك ضعيفه، والpenalty تعتبر ان انت يعني مش قادر تكافئ لان هو بيقول لك ما عندكش صلاحيه ان انت تعمل ريورد سيستم، ما عندكش قدره انك تعمل ريورد سيستم او تعمل ريورد لذير بيرفورمانس الاداء بتاعهم. طيب فبالتالي عندنا ريفرنت واكسبرت، يعني ممكن الاثنين يكونوا ينفعوا، بس هي الاقوى فيهم الاكسبرت. الاكسبرت يعني يدل على ان الشخص قوي فنيا وقوي علميا والناس مضطره تسمع كلامه لان هي فعلا شايفين ان اللي بيقوله هو الصح، يعني بيقول كلام منطقي مش عارفين يطلعوا له فيه بقى ايه عيوب بقى او يستدلوا مشاكل او يطلعوا مبررات ان ده لا ما ينفعش، لا هو بيخاطبهم يعني بشكل علمي ودقيق خلاص، فاحنا مضطرين نسمع الكلام يعني. فهي اكسبرت هي الاقوى من ريفرنت. سؤال رقم 14، A team member is not performing well on the project because she is inexperienced in system development work. واحدة من أفراد الفريق مش بتؤدي يعني أداء كويس في المشروع بسبب إن هي خبرتها ضعيفة في تطوير النظم، أعمال تطوير النظم computer programming مثلا أو كده. There is no one else available who is better qualified to do the work. مفيش حد تاني مؤهل بشكل كويس انه يعمل الاعمال دي. What is the best solution for the project manager؟ ايه افضل حل يعمله مدير المشروع؟ الاختيار الاول consult with the functional manager to determine project completion incentives for the team member. يحاول يستشير المدير الوظيفي عشان يعرف نظام الريورد عنده كحوافز، يعني لما تخلصوا المشروع ايه الحوافز بتاعتكم، هل في حوافز جيدة ولا لا.
obtain a new resource more skilled in development work. يحاول يجيب resource تاني, واحدة تانية يعني, أو واحد تاني مهندس مختلف يكون عنده مهارات أعلى. الاختيار الثالث arrange for the team member to get training. يرتب للشخص دي او للمهندسة دي ان هي يجي لها training, ان هي يعمل لها تدريب يعني على الموضوع system development. ولا allocate some of the project schedule reserve, ياخد احتياطي يعني من المال او من الفلوس من الوقت, وقال schedule reserve يعني احتياطي زمني من زمن المشروع عشان لو المشروع اتأخر يبقى معاه جزء احتياطي. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد, هو الاختيار الاول يعني لو عرف ان في نظام حوافز او في حوافز مستنية يعني مش هيأثر كتير, يعني سواء فيه ولا مفيش مش هيأثر على رد الفعل. فرضا لو عرف ان مفيش حوافز مثلا هتحفز المهندسة دي ان هي تشتغل بشكل كويس, فيعني مش هيقدر ياخد اكشن برضو يعني. obtain a new resource, هو قال لي في السؤال ان هي there's no one else available, مفيش حد تاني متاح افضل better qualified, افضل كفاءة منها يعني مؤهل اكتر منها. والاختيار الاخير allocate some of the project schedule reserve, هو يعني ينفع بس مش هو الحاجة القوية, يعني ان انا اخلي وقت احتياطي عشان الشخص يعني غير مؤهل, طب ما ادربه احسن واخليه مؤهل يعني, اللي هو الاختيار الثالث arrange for the team member to get training, ارتب لها على تدريب ان هي تاخد تدريب في system development work بدل ما يعني اهدر في زمن المشروع او اضغط المشروع كله على حساب المشكلة ديت يعني. طالما قادر احل الريسك يبقى المفروض ان انا يعني ما اعملوش ريزيرف غير يعني في اضيق الحدود خالص طالما في عندي حلول. السؤال رقم 15 A project has several teams, مشروع فيه teams فرق عمل كتيرة. Team C, التيم الكود بتاعه C has repeatedly missed deadlines in the past, يعني ما قدرش يحقق الديدلاين بتاعه او الجدول الزمني بتاعه في الماضي. This has caused team D to have to crash the critical path several times, ده خلى التيم اللي هو الكود بتاعه دي ان هو يعمل كراش يعني ضغط للجدول الزمني, تسريع للجدول الزمني للمسار الحركي بتاعه. As the team leader for team D, الراجل بقى التيم ليدر بتاع team D زعلان يعني, واضح ان هو ايه عايز ياخد اكشن بقى, انا كل شويه اتاخر بسبب التيم C, طيب انا مش ذنبي يعني, فعايز بقى يعمل ايه اي اكشن يعني. You should meet with, المفروض بقى ان يعمل اجتماع مع مين, هل الليدر اوف تيم سي ولا البروجكت مانجر ولا البروجكت مانجر اند مانجمنت ولا البروجكت مانجر اند ليدر اوف تيم سي, هل يعمل اجتماع مع الليدر بتاع تيم سي لوحده ولا مع مدير المشروع لوحده ولا مع مدير المشروع مع المانجمنت ولا مع مدير المشروع مع الليدر اوف تيم سي. لا شك ان يعني المنطقيه الاكثر منطقيا ان يبقى الاختيار الرابع دي ذا بروجكت مانجر اند ذا ليدر اوف تيم سي, عشان الراجل بتاع تيم سي يعرف فعلا المشاكل اللي عنده يعني فين, وفي نفس الوقت يكون مدير المشروع موجود بحيث ان هو يقدر يحكم على الموضوع, هل فعلا الراجل بتاع تيم سي كان عنده حق في التأخير ده ولا لا, طب لو بتأخر هيعالج ده ازاي, وياخدوا عليه تعهدات يعني ان انت مش هتتأخر تاني يعني, ويبقى فيه يعني اسلوب فورمال شوية. فالاختيار الاقرب للصواب هو الاختيار دي the project manager and the leader of team C. بس نكتفي بال 15 سؤال دول ونسيبكم ان شاء الله تحلوا بقية الاسئلة, ونحاول برضو زي ما اتفقنا ان احنا نحسب النسبة المئوية لينا, حلينا كام سؤال وكام في المية, هل الرينج فعلا في رينج ال 50 او في رينج ال 60% ولا لا كافريج, وبالتوفيق ربنا يوفقكم ان شاء الله.